السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ صلوا على حبيبنا ونبينا سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة السنة الجديدة، ويا رب السنة الجديدة دي تحقق لنا كل اللي بنتمناه، واولادنا تنجح، وكل اللي نفسنا فيه يا رب يتحقق، ويشفي فيها كل مريض، ويحقق لنا كل اللي احنا بنتمناه. انا هنا كنت نزلت مسابقة وقلت فيها ان اللي هيعرف العروسة دي انا عملتها ليه كان ليه هدية، وده كان حقيقي، انتوا مصدقتوش، وهستمر برضو في الهدية. وفي غلطة جامدة جدا هنا في الفيديو انا سايباها متعمدة علشان اشوف مين اللي هيكسب معايا الهدية، هتكون طرحة، فأنا عايزة أعرف مين اللي هيكسب ومين اللي هيقول لي وهيسيب لي في الكومنتات الغلطة إيه. وهنا طبعا المنظر الجميل ده اللي أنا عملته بمناسبة رأس السنة، زي ما انتوا شايفين دي عبارة عن نجفة، يعني دي عبارة عن نجفة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وطبعا عبارة عن كار كريسماس والجرس وبابا نويل شكله صغنن، وطبعا هنا بابا نويل حاطاه في قلب الشجر مع الإضاءة، مدي شكل حلو قوي. وبصراحة يعني كمان على فكرة المنظر من قريب بجد خطير، شكله تحفة، يعني مش عارفة اقول لكم ايه. ده طبعا الشكل النهائي بتاعها، جميلة بجد، عجبتني. انا كده قفلت الانوار بتاعت الشقة، وبصوا الشكل، شكلها ما شاء الله تحفة بجد، جميلة، عجباني قوي، وخصوصا لما الانسان بيعمل حاجة ولا بيفكر في فكرة بينفذها بيبقى سعيد جدا بيها، وفرحان قوي ان شغل ايده، وفي نفس الوقت شغل مش موجود بره في السوق اصلا. طبعا الشغل المتداول كله، كل واحد تروحي هنا تلاقيه، تروحي يعني في اي حتة هو الشغل. انما لما بتبتكري حاجة وبتفكري في تصميم جديد طبعا يعني بتبقي مبسوطة بيه جدا. فطبعا الشكل الجميل اللي قدامنا ده هقول لكم طبعا هنعمل ده كمان ازاي، يعني كمان منزل لكم فيديو هنشرح فيه. انا هنا بالنسبة اول حاجة جبتها، جبت قطعة خشب، يعني هقول مثلا تجيبيها المفروض مثلا 30 سنتي في 70 مثلا. وطبعا انا جبتها عملتها كده، وجبت طبعا كرتون تقيل قوي من اللي هو بتاع الاجهزة، ادي عبارة عن الخشب، خشب حلوة محملة علشان تستحمل. وفي نفس الوقت انا جبت الفوم هنا اهو، عملته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، جبت طبعا الكرتون لزقت عليه ستيكر علشان يبقى دي ستارة، خدت منها جزء زي ما انتوا شايفين كده، عملت ستارة عليها، طبعا لزقت الجزء اللي فوق علشان ما يتبهدلش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وطبعا لزقت وظبطت بقى ايه الدنيا، وظبطت الستارة. وبعد كده جبت نجيلة، كسيت طبعا، فرشتها على الخشب كله. طبعا هنا الجزء اللي فيه الفوم طبعا انا غطيته بالنجيلة، وبعد كده طبعا جبت شجر الكريسماس، طبعا بجيبه سادة ما فيهوش حاجة، فطبعا انا بغرزه بقى وبثبت برضو بالمسدس، يعني انا المفروض تثبتي كويس قوي. انا هنا حاطه كذا شجره، الشجره واحده علشان يديني التقل ده ويحسسني بان يعني حاجه
سميكة. المهم أنا هنا كمان وحطيت بابا نويل جنب الشجر. هنا أنا عايزة أعمل نجفة. النجفة هنا على فكرة سهلة جدا، وممكن تستخدميها كمان بكريستال. هنا أنا هنا جبت جزء الفوم دوت، قصيته زي شكل جوهرة، وشلت جزء من النجيل علشان ألزق الفوم في قلب الخشب نفسه علشان يبقى متين معايا. وجبت هنا جزئين من الكرتون، كرتون التقيل، بالإضافة لكده أني جبت ستيكر لامع. الستيكر ده طبعا احنا اشتغلنا فيه في فوانيس رمضان قبل كده. الستيكر دوت بلاستيك، عبارة عن طبقة ذهبي وطبقة فضي، وبيلمع جدا جدا زي المعدن بالظبط. فهو حلو في كده ان بيديني اضاءة، يعني بيديني الشكل النجف الحقيقي، يعني اللي انت بتجيبيه من برة يعني. بس فالمهم هنا طبعا لفيت خرمت طبعا الخروم بتاعتي، وبعد كده اديت حلية داير ما يدور. طبعا انا عملت طبقتين كرتون. المهم هنا انا قصيت جزء من النص عشان انا كنت عايزة انزل يعني كهرباء كأنها نجفة، وبعد كده غيرت رأيي، جات لي فكرة احلى. فطبعا انا عملت كده اللي بيها الكرتونة دي اللي انا عملتها ببوزة، تبقى عاشق ومعشوق علشان اعرف اشتغل ولف الطارة كويس قوي من فوق او الطبق. فانا هنا بدخل السلك وبحط لولاية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اللولاية دي عشان ما تنزلش، لان الخروم دي اللي انا عملتها اتضح ان هي واسعة، لان انا عملتها بالمقص. المفروض ان انا اعملها بمسمار رفيع علشان اي لولاية صغيرة ما تنزلش منه. انا بحط اللولاية دي علشان ما تنزلش من الخرم ده، علشان يبقى كمان ثابت معايا. المفروض في حلقات للنجف ده، بس للأسف انا ما لقيتهاش عندي، فهدور عليها تاني، وبعد كده هعمل لكم نجفة واوضح لكم الشغل بتاعها كويس قوي لأي حد عايز يعمل بكريستال او بكور كريسمس او اي حاجة تانية مختلفة. وممكن كمان نعملها بكرتون، وبعدين هبقى اقول لكم ازاي. طبعا اللولي اللي فوق ده زي ما انتم شايفين في كل خرم فيه لولاية، بربط السلكة ربطتين تلاتة بعقدها علشان ما تفوتش كمان من اللولي. فبعد ما خلصت انا هنا كده، رحت طبعا مقفله، لزقت طبعا من تحت، خلاص انا قفلت شغلي ولفيت وشغلت وعملت كل حاجه. وبعد كده قفلت بقى على نظافه بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، علشان تديني اباجوره شكلها حلو او نجفه، يعني منظر جمالي جميل. وفي امكانك انك تعمليها على كبير على فكره، هتبقى لما تيجي تحطيها في كورنر او يعني في اي مكان هتبقى تحفة لو عملتيها على كبير. وخصوصا بقى لو طبعا الماسورة دي لو احنا عملناها على كبير هتبقى ستلس يعني. جبت هنا بقى العروسة بتاعتي هنا. طبعا انا دبست هنا العروسة في قلب الخشب بالدباسة، وده طبعا الشكل النهائي. ويا رب يعجبكم، وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة، وفعلوا الجرس عشان كل جديد يجيلكم. وما تنسوش المسابقة، ركزوا معايا، على طول هنعمل مسابقات بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل سنة وانتم طيبين. واوعوا تنسوا بقى اللايك والاشتراك في القناة، وفعلوا الجرس عشان كل جديد يجيلكم، وشيروا علشان أصحابكم تستفيد، وعندنا مفاجآت تانية كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.